شافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم، وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدرك، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ إمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي، وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح صاحب الأنفاس الزكية
والأخلاق الرحمانية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعيه ومحبيه ومعتقديه وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح صاحب السر الوفي والأخلاق النقي والفهم الصافي سيدنا الشيخ أحمد أسراري بن محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريديه ومتبعيه ومحبيه ومعتقديه وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف بلدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إلى أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والديمم والفداء الذين لدينا أسماؤهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا ومولانا أحمد رحمة الله سنن عمبل وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي وسيدتنا الشيخة سيدي قمرية بنت مناجي ومن حولهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرات من انتسب واتصل بهم نسبا وصهرا وروحانيا واتباعا ومحبة واعتقادا وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا عليم يا خبير يا مبين
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا رحمن.